الإسهال هو حالة مرضية شائعة يخشى منها الجميع، تتمثل باضطراب الأمعاء وزيادة نسبة السوائل في البراز. لذلك ينصح بتناول بعض العلاجات الفعالة التي تتوفر في المنزل والتي تساعد في التخلص من الإسهال. وتجدر الإشارة إلى أن الإصابة بالإسهال لفترة طويلة من الزمن أمر خطير على الصحة بشكل عام، فغالبا ما يشير إلى الإصابة بالعدوى، وقد يرتبط بعدم قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية اللازمة لها بسبب مشاكل في الأمعاء. نقدم لكم في هذا الفيديو عدة طرق لعلاج الإسهال في المنزل، ولكن في حال تكرار المشكلة يجب استشارة الطبيب المتخصص. أولاً، شرب السوائل. يعتبر الجفاف من أخطر أعراض الإصابة بالإسهال، لذلك يجب تعويض السوائل التي يخسرها الجسم في تلك المرحلة، ويكون ذلك بشرب كميات وفيرة من السوائل وتوزيعها على ساعات اليوم المختلفة من أجل تعويض السوائل المفقودة وتجنب الإصابة بالجفاف. أشرب 2 إلى 3 لترات من الماء يومياً، يمكنك توزيعها بالكميات المناسبة بين الوجبات. ثانياً، تناول بروبيوتيك. البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة مفيدة للجهاز الهضمي، تعمل على دعم عمل الأمعاء والمساعدة في مكافحة العدوى. توجد البروبيوتيك في الزبادي وبعض المكملات الغذائية، لذا يوصى بإدراج الزبادي ضمن النظام الغذائي الخاص بك خلال فترة إصابتك بالإسهال، وذلك لتعزيز البكتيريا النافعة في المعدة والقضاء على البكتيريا السيئة في الأمعاء. ثالثاً، تجنب بعض المشروبات كالحليب والصودا والمياه الغازية والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، فتناولها قد يزيد من الإسهال. رابعاً، جرب وصفة الزنجبيل، وذلك عن طريق إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى ملعقة صغيرة من العسل وتناولها، لكن تجنب شرب المياه بعدها مباشرة، أو عن طريق إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى الشاي، لأنه يعمل على تهدئة الأمعاء والتقلصات المعوية. وتعتبر هذه الوصفة مفيدة لعلاج الإسهال الذي حدث بسبب تناول أطعمة ملوثة. في النهاية، عادة ما تختفي أعراض الإسهال من تلقاء ذاتها في غضون يومين دون علاج. وإذا جرب المصاب العلاجات المنزلية المتاحة للإسهال ولكن دون فائدة، فعندها عليه أن يلجأ لاستشارة الطبيب ومراجعته لتقديم العلاج المناسب. قد يكون الإسهال ناتجاً عن عدد من العوامل مثل الأطعمة غير الصحية، الماء الملوث، تناول بعض الأدوية، تسمم الأغذية وغيرهم. لذلك يجب التأكد من النظافة الشخصية وتناول الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية حتى نتجنب الإصابة بالإسهال.